مشروع تطوير تطبيق الخارطة الصحية. تم تطوير تطبيق الخارطة الصحية لمساعدة متلقي الخدمة في الوصول إلى الخدمات الصحية المختلفة الموزعة في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بسهولة، من خلال عرض مواقعها على خريطة تفاعلية وتحديد قربها من موقع متلقي الخدمة. عند فتح التطبيق يتم عرض مجموعة من الأدوات التي تساعد في البحث عن الخدمات الصحية بطرق مختلفة، وتتيح إمكانية التواصل مع مقدمي الخدمة واستعراض المواد التثقيفية والتوعوية التي يتم مشاركتها مع متلقي الخدمة. يمكن لمتلقي الخدمة التسجيل في التطبيق لتفعيل جميع الخصائص وتحديد المراكز الصحية والخدمات التي يهتم بها، ويتم ذلك بثلاث خطوات سهلة: أولاً، إدخال البيانات الأساسية. ثانياً، تحديد المراكز الصحية المفضلة. ثالثاً، اختيار الخدمات الصحية التي تهم متلقي الخدمة وتفعيلها. خصائص التطبيق: أولاً، البحث عن أماكن تقديم الخدمات الصحية القريبة ومواعيد توفر هذه الخدمات في المراكز الصحية. ثانياً، البحث من خلال الاسم. ثالثاً، مشاركة مواد تثقيفية ورسائل توعوية مع متلقي الخدمة. رابعاً، التواصل مع مقدم الخدمة الصحية. خامساً، تعديل بيانات المستخدم في أي وقت، وتشمل تغيير المراكز المفضلة أو الخدمات التي تهم متلقي الخدمة. سادساً، عرض المواقع على الخريطة. كما يتوفر واجهات استخدام للتطبيق باللغة الإنجليزية.